السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نجرب أول مرة شخصية روكسي بالبي في بي مع أول فريق لها. أعتقد ممكن نسوي فريقين إلى ثلاث أفرقة مع روكسي، وأول فريق طلع بهالشي هو فريق الهيومان اللي هو هذا. طبعا راح نحط سي سي فود مشان نحاول نلعب اول شيء، مع انه بصراحه السي سي تبعنا راح يكون جدا قليل لانه 2616 اعتقد هذا 26 لا 46 هو حلو 46 بس السي سي تبعنا قليل، بقى لنا احنا بخير نجرب راح نقدر نلعب ولا لا. طبعا انا ان شاء الله روكسي خلال الأسبوعين القادمين راح نزل عليها كتير فيديوهات بي في بي وبي في اي، مع انه اعتقد حاليا ممكن تكون اقوى بالنسبة للبي في اي من البي في بي، بس مع الوقت اذا نزل شخصيات بشرية قوية وسنجل تارجت قوية راح تكون روكسي من الشخصيات اللي جدا جبارة. بقى خلينا نشوف. طبعا في شغلة سمعتها في فيديو عم يحكي عليه ناغاتو انه بان الروكسي باليابانية مددوها لمدة أسبوعين، يعني صارت بدال ما هي تكون أسبوعين صارت مدة البانر شهر. وإمتى آخر مرة عملوا هاي الشغلة؟ لما إجا شو اسمه آرثر ومددوه، مشان لما يجي بان تقدر تسحب على بان وتقدر تسحب على آرثر بنفس الوقت. بقى ممكن يجيبوا شخصية بشرية قوية ساعتها مشان يخلوك تسحب على الشخصية البشرية القوية الجديدة، زائد تسحب على روكسي مشان يصير عندك الشخصيتين ويصير عندك الفريق كامل. بقى خلينا نبلش بالفيديو ونشوف هل راح نقدر نفوز بهذا الفريق مرة واحدة على الأقل ولا لا. بقى خلينا نشوف. طبعا إن شاء الله أنا ما فيش وقفة حكي. فريق شياطين ليه حلعب أول واحد. خلينا نشوف شو بنقدر نعمل. على سارييل هلا نعمل هيك ونشوف شو ممكن نقدر نعمل. خلينا نشوف دمج قديش راح يكون. What is this damage؟ صح في ورا. قديش راح نعمل دمج؟ كأنه خسرنا لانه ورا اكيد حاطط شو اسمه حاطط زيلدريس، وممكن يكون عامل له اصلا اوريدي عامل له شو اسمه عامل له الريليك تبعه. اوكي والله شو ماتت الضربة. اوكي نعمل هيك. قديش الاتاك تبعك انت هلا صرت؟ 800 بزاد. نعمل هيك. واو الدمج شو عالي. للأسف فريق البشر عم يعاني. لا انا غلطت فيها كمان. بوت خسرني. اعتقد مع زيجارد المفروض اول لفة ما اضرب كل حركاتي عشان اخذ الباف تبع زيجارد، عرفتوا كيف اللي هو الريليك تبع زيجارد. بعتقد شو راح اعمل اول لفه، راح اضرب ضربتين اذا كان ضد الشياطين، اذا كان ضد الملائكه بنضرب ثلاث ضربات اي او اي وخلص نستنى اللفه اللي بعدها. هي ملائكه ضده ممتاز، بس الديباف ما راح يشتغل، بس بنعمله على كل حال وبنحاول نتخلص من هاي. خلينا نشوف اذا بنقدر نتخلص من اول لفة. والله حاطط بان ورا، ليش ما عم يعملوا دماج؟ اوكي هذا دمج
ماتت 100%. هلا اذا ما قتل روكسي ممتاز، عنا حركتين اي او اي حركتين سنجل تارجت وحركه اي او اي. يا عفو الله، شوف الاي او اي شو سويت فيها لروكسي. منيح ما ماتت، بس هلا ممكن تموت. واو واو، هذا ايبان. ايه بس ليش هيك شكله غريب؟ هلا مين حاول نقتل؟ نقتل هاد. المفروض تعمل تنتين عليه، بس يلا. المفروض كنت اعمل تنتين على بان مشان يموت بان، ويصير عنده بس حركتين مو ثلاث حركات، بس انا غلطان. هلا ممكن يقدر يقتل لي، يا بده يقتل لي زيجارد، ساعتها ما راح يقدر يقتل مليو اسكانور. ايه ما راح يقدر يقتل اسكانور ساعتها. وسبحان الله كمان طلع له مليون كارت سنجل تارجت لشو اسمه. اوكي بنعمل هاي بعدين هاي. عشان ناخذ باف. يا رب الالتي تقتل، يا رب اسكانور سما ما قتلت. نايس اسكانور ما قتل، نايس. كثير حلو الحكي، كثير حلو. مفروض انا كنت قتل بان، انا غلطان فيها. حلو، اعطوني كرت جولد من هاي، اعطوني كرت جولد. اكيد ما راح اعطوني كرت جولد. خلينا نشوف قديش راح تروح. لا بس لا، لو قتلت شو اسمه كان احسن، كان ما حدا مات من فريقي. هو ما قتل حدا يعني من فريقي. شلون تخسر من بوتات؟ هذا هيك اسمه الفيديو راح يكون. كثير غليظ هاد. حلو عم يعطيني اتاك بس 800 ولا شيء بصراحة. ما في بشري على الإيمة. هذا ما أنا ما بطيقه، هذا راينهارت أنا ما بطيقه. مو شرط بشري يعني. والله تصدق شغلة، لا مش ليك ساعات راح يصير عندنا شخصيتين تافهين بيموتوا بثانية، هي وبرينهيلد الحمراء. هلا ارثر، والله صدق ممكن ارثر يكون منيح. حط عليه دارميل ونقوي لليفل 100. بدي ارجع العب شياطين، ما عاد عندي شياطين. بس امبارح ضلوا انا 23 راحوا فورا. لا مشكلة ما اعطوني ماكس. حلو خلينا نشوف. هلا زاد السي سي تبعي 1000 فقط او اقل من 1000 حتى، بس يلا مو مشكله خلينا نشوف. الحلو انه اليونيتي شغاله مع الجريس تبع سارييل، وهذا شيء حلو. هلا ممكن لو حطينا سارييل على ذا وان يكون احسن، او مو ذا وان يعني اللي هو التيميت اسكانور. هو التيميت اسكانور ولا التيميت ذا وان؟ اوكي
عليها ترميل. بنعمل هيك وبنعمل هيك و نتخلص من هاد، او بنحاول نتخلص من هاد، في فرق. كوري وا دودا مات. السنجلين تارجتين بجننوا، انك تعمل مرتين دمج. ايه بس ما في داعي يعطونا كروت ساريال كتير، كروت ارثر كتير. هلا هاي وهاي وهاي اعتقد ممكن يموت فيها ترى، شو اسمه هلا مو كتير بعتقد. بس بنجرب على كل حال، اهم شيء ما تموت هي. يعفو والله الدمج اللي عمله. خلينا نجرب. اول شيء نعمل هاي، بعدين هاي، بعدين هاي. خلينا نشوف الدمج. واو 25000. صح انا هي فلاد كمان صدمات، لانه هو فلاد. بس الحلو انه الحركة الثانية ما بتعتمد على الفلاد. اوه حلو. فوفك هلا ليش قتلنا؟ منيح اللي ما قتلتنا. نقتل مارغريت، مشكلة هي حتجيب التيميت، لازم نحاول نقتلها. عليها ترميل انسيان، المفروض كنت تقتل الثانية. ما عليها ترميل، ما عليها ترميل ليش؟ ايه هلا لا تعطونا ولا كرت لاسكانور اكيد. واو واو ولا كرت لاسكانور يس، ولا ترميل الازرق حاط عليه، مو ترميل البنفسجي شو اسمه الاحمر. هلا هي ماتت مبدئيا صح؟ لا والله ما ماتت. حلو حنشوف الالتيميت تبعها. هلا بنعمل هيك، بنعمل هيك، بعدين هيك. خلينا نشوف الالتيميت تبعها 1-6 شو راح تعمل. 103. نوت باد. ماتت المفروض. بس عادة لايف ستيل قليل كتير. لايف ستيل، ايه لايف ستيل، لايف ستيل تبعها جدا قليل. ايه واخيرا كرت لاسكانور. واو هذا البشع لما يكون حاط شخصية يوسلس بالتيم تبعك، يعني يا ريت مثلا يعطونا هذا الكرت لنستخدمه. لا وليش ما بده يضرب؟ نعمل هيك. وليش ما ضرب يعني؟ مش هذا شخص حقيقي. لو كان طلع لنا كرت اسكنور كانت خلصت من زمان. بس طلعنا الحمد لله. شوف هو الحلو انه طلع لنا كثير كروت روكسي اللي نحن نجربها، بس كمان طلع لنا كثير كروت ارثر للاي او اي اللي مثل التا. هلا مو مثل التا بس يعني ما بتعمل دمج سفاح، عرفتوا كيف؟ يعني لو طلع لها تبع التود كان احسن بكثير، كانت ما انضربت كل هالضرب. اوكي
شو نعمل هلا؟ نعمل هاي ونعمل هاي ونعمل هاي. واه ايفيجن يا بطيء، مين بيحط هلا بهي العام ايفيجن؟ يلا منيح. واه واه ايفيجن، واه واه، سوري انا عليت صوتي اوفر زياده وقربت على المايك. ايفيجن واه واه ايفيجن. لا وشو واه واه واه، اقسم بالله كثير غليظ، كثير غليظ الايفيجن. ما مشكلة عملت ليفل 2 واه ويا هذا التافه. اشتغلت ال ريليك تبع، ما اشتغلت الريليك تبعه. نايس. نعمل هاي، نعمل هاي. نعمل هاي يلا. ما انشالت كمان. نايس، ام لافين ات، لافين ات. فريق البشر از ذا بيست. كل هذا ولسه بس عم نشيل الريفايف. زي ما حيجيب التيمت اللي احنا بس عم نعمل ريفايف. اكيد كمان راح يكون معه درع، اكيد. ايه ليش ما يكون معه درع؟ ما بدك تتفعل الخرا اللي معك انت يا زلمه، ما بدك تفعلها. انه بده يفعلها، ما بعرف ليش ما بده يفعل هلا شو اسمه كمان درع ثاني. اكيد اكيد اكيد، اطلب واتمنى. يا رب يفعل اليوم، يا رب يفعل اليوم. ما فعلها. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ نعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك. يعني الشاب ما بينقطع من الدروع. واو 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 الدماج، واو الدماج، واو. مين ده يضرب؟ طبعا احنا بيطلع لنا هذا الكرت التافه، هو بيطلع له درع. نفس الشيء بالضبط. اكيد حيت له. منيح مو 6-6 ال ما بعرف شو احكي، والله العظيم ما بعرف شو احكي. انا مشان هيك بكره احيانا البي في بي. يعني شوف 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 الكروت، ست مرات طلع له الزلمه. شوف لك عم يسوي جولدات فوق، عم يسوي جولدات فوق، عم يسوي جولدات فوق له، وانا عم يعطيني كرت اخرى من هيك كرت بالكون ما في. ده كان يربح، شلون بدي يربح؟
تكفى اللي شلون بدي يربح، تكفى اللي شلون بدي يربح، وابن الكلب مو راضي يعمل شو اسمه. منيح العمل بوقت منيح كان اي شغله اوكي. كينج مين نقتل؟ شكله كينج غليظ، بدنا نحاول نقتله له. نحاول نقتله له. ممكن نجرب كينج. مات كينج مبدئيا. اثنين اوي مع كارتنا مو حلو، بس يلا بنجرب. حاط عليها ايفيجن، هو ضرب هاد كمان يعني على كل حال. كوري ودودا ميرسي. هلا نحن بنعمل هيك، بنعمل هيك، بنعمل هيك. والله دمجها حلو ترى، يعني لا بأس فيها. هلا حتى وقت اللي فريقي كله انه شايف الكروت الجولد اللي عم تجي وانا شوف كروت ارثر، حتى لو وقت اللي فريقي كله ما حيموت لانه ورا بان، لو نزل لحاله خلاص فزت. بدأ عم فكر شو الشخصية أو شو الشغلة اللي ممكن تجي تكون قوية لإلها. بدك تعطي شخصية، بدك تعطيها على الأقل، تعطيها زلدريس للبشر، تعطي نفس شخصية زلدريس للبشر. هذا الحل الوحيد، تعطي شخصية زلدريس للبشر. حتى مو بس زلدريس، بدك تعطي شخصية بدك واحد يعطيك زلدريس ومارغريت للبشر لحتى يصيروا ينقصوا الدمج اللي بيعملوه ضدك، وبنفس الوقت تتنك لك شوي يعطوك بيسك ستاتس. عرفتوا كيف؟ هلا هو ارثر حلو، بس مشكلته انه انت اول شيء راح تروح كرت مشان تعمل التونت، ثاني شيء ما في دمج ارثر. عرفتوا هي مشكلته يعني كانت الكبيرة لآرثر، انه اوكي حلو بيعطي بفات جميلة للفريق تبعك، بس كروته مثل قلتها. عرفتوا كيف؟ على الاقل زلدريس بيعمل شيء اللي هو مش بيقدر يشيلك، بيقدر يخليك ما تعمل ما تهيل، بيروح لك اورب اعتقد كان، ولا مو هو اللي بيروح اورب؟ وينه ثواني؟ مو اتريبيوت ريس. اول شيء خلينا نشوف زلدريس. الحركه هي بتشيل اورب، بتشيل اورب لما يكون عنده اربع اوربات مثل اللي بس هي كثير حلوه، الانفكت كثير حلوه يعني ما بتخلي هي، لانه انت شفتوا كله في عم يهيلوا مليون، خاصه اذا حاطط اللي ضدك على تارميل، وخاصه كمان هلا بالشغله الجديده اللي حاطين عليه اللي هي الريليك. ثواني يا حبيباتي بقى، الهولي ريليك تبعه جدا جباره، بيسك ستات 3% كثير حلو. عرفتوا كيف؟ اصلا ضد فريق الملائكه اللي بيحط على حاله بفات كثير، وانت اذا فريق استروسا بتحط عليه دي بفات كثير، يعني كثير راح تكون قويه. وخلينا نشوف بس ارثر شو بيعمل. كان المشكله بدي اياها هي، بس لما ما اكون عم صور فيديو ما بيطلع لي ولا واحده، لما يكون عم صور فيديو
increase allies max HP by 30% and their damage dealt to enemy by 20%. يعني اذا انت كلك بشري بتاخذ 20% دمج زياده و30% ماكس اتش بي، كثير حلو. بس شو مشكلته؟ انه ما بيعطيك شيء دفاعي او ما بينقص من قوه اللي ضدك، عرفتوا كيف؟ وبنفس الوقت هو يوسليس. هي لا والله هو مو يوسليس 100%، تصدق لا باس فيه، بس مشكلة انه كان عم يطلع لنا كروت كثيره له. كثير عم يطلع لنا كروت له. لو فينا نحد من هذا الشيء بيمشي الحال. بس هون بكون سلامتي تمام، ما جدكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا عمل لايك للفيديو، تشوفكم عمل خاص كل جديد مني، شكرا على خير فيديوهات تانية، مع السلامة.